الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فما تعجل في يوم فلا إثم عليه وما تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه فهو على الخصام. فإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويبلغ الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فإذا قيل لك اتق الله أخرت كل عزة بالإثم حسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن جاءتكم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناكم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءتكم فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشر الحرام قتالهم فيه قل قتالهم فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. ولا يزال يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرضى تطيعكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتذكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعرضكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من المشركات ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن غير من المشركين ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعون إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل بعضهم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن وإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب الطوابين ويحب المتطهرين. نساء وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشروا مؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أو تفرغوا تتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤذون من نسائهم تربص أربعة أشهر وإن وفاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يربص من أنفسهن فلن تقبلوا ولا يحل لكم أن تكتموا ما خلق الله في أرحامكن إن كن تؤمن بالله واليوم الآخر.
وبعولتهن احق بذاتهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولرجال عليهن درجه والله العزيز الحكيم. الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تصريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترضت به تلك حدود الله ما تعتدها ومن يدع